مشاهدينا يعطيكم العافية، اليوم إحنا معاكم لنشرح أكثر عن الرياضة العلاجية وتحديداً مشاكل الديسك. طبعاً اللي بتابعنا اليوم لأول مرة، إحنا الحلقة الماضية شرحنا فيها تعريف إيش هو الديسك، وحكينا معلومة مهمة جداً مهمة، إنه موضوع إنه الديسك مش معناته إصابة، لا، لما يصير عندي فيه مشكلة بالديسك هون بنحكي إصابة، لكن الديسك هو موجود عندي بين الفقرات. وشرحنا للي حابب يعرف أكثر يرجع لحلقتنا على اليوتيوب أو على موقع دنيا دنيا، بشوف الحلقة عشان يقدر يتابع معنا لفقرتنا لليوم. اليوم رح تكون الحلقة الثانية وتكملة لمشاكل الديسك. بشكل سريع رح أحكي كم معلومة صغيرة عشان تقدروا تكملوا معنا بالشرح اللي رح نكمله اليوم. الديسك حكينا أنه هو الديسك هو الجزء الموجود بين الفقرات، وحكينا الديسك هو بيسهل لي عملية الحركة، وهو موجود عند كل الأشخاص. وبتكون الديسك من جزئين، الجزء الأول هو الجزء الطري اللي هو عبارة عن مادة لزجة، وبيحيط فيها عبارة عن خيوط ليفية بتحمي هاي المادة اللزجة، فبالتالي الديسك بيكون بهاي الحالة سليم وما في مشاكل. لما يصير في عندي إصابة بنحكي صار عندي مشكلة بالديسك. راح أورجيكم أنا هون ديسك سليم، يعني هذا الديسك ما في أي مشكلة، زي ما احنا شايفين المادة اللزجة هون وحواليها مادة عبارة عن خيوط ليفية بتحمي هاي المادة اللزجة، بيسهل لنا عملية الحركة. لما يصير في صدمات كدمات بيمتص هاي الكدمات، لكن إذا كانت الكدمات أو الصدمة قوية بصير في عندي مشكلة زي ما احنا شايفين هون، هذا ديسك متهتك تماما. طبعا اللي بتابع كمان مرة لأول مرة، احنا هاي عم بنشوف حالة واحدة بس، أنا شرحت 4 لـ5 حالات بيكون فيها عندي مشكلة بالديسك. حكينا أول مشكلة ممكن يصير في تمدد عندي بالمادة اللزجة، أو يصير في عندي قطع بسيط كمرحلة تانية، مرحلة ثالثة بصير خروج، رابعة بصير خروج أكثر، لحد ما نوصل المرحلة الأخيرة الخامسة المادة كاملة بتطلع من الديسك وبتفوت على القناة العصبية، وبالتالي بتسبب لي مشاكل جدا عالية وأوجاع بمنطقة أسفل القدم أو الرقبة حسب وين موقع الديسك. هلأ عشان نفهم العمود الفقري كيف بتكون عشان نقدر نكمل مع بعض، العمود الفقري مقسوم لعدة أقسام. القسم الأول اللي هو يسمى الفقرات الرقبية أو العنقية، طبعاً مكونة هاي الفقرات من 7 فقرات، هلأ رح نشرحهم وتشوف كيف توضيح. بيجي عندنا بعدين منطقة العمود الفقري الصدري اللي هي هاي المقابلة للقفص الصدري، تتكون من 12 فقرة، مهم جداً تعرفوا هاي المعلومات. أول جزء هو 7 فقرات، المنطقة الثانية 12 فقرة. منطقة اللور أو المنطقة القطنية نحكي باللور باك، هاي اللي بصير فيها معظم الإصابات بمشاكل الديسك، وبتتكون من 5 فقرات من L1 لL5. بعد هاي المنطقة بيجي منطقة العجز اللي هي تقريبا 5 فقرات، وآخر منطقة اللي هي منطقة العصعوص 4 لـ5 فقرات، وهي عبارة عن فقرات ملتحمة. أوكي، هاي التقسيم إحنا إذا بيجيبولنا إياه الشباب بالقرب بطريقة أكبر يوضحولنا إياه يبين معنا ممتاز. زي ما احنا شايفين في عنا الفقرات العنقية 7 فقرات بنأكد عليها، ومنحنية ومتحركة. الفقرات الظهرية أو الصدرية هي عبارة عن 12 فقرة بتكون محدودة الحركة. فقرات القطنية اللي هي بأسفل الظهر اللي هي اليوم تماريننا راح تكون للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالديسك بالفقرات القطنية. وآخر إشي العجز والعصعص بتكون من 4 فقرات، التوتل تبعهم من 33 فقرة لـ34 حسب كيف بيجي ملتحمين آخر فقرات مع بعض أو مش موجودين. طيب نشوف بعد هيك تفصيل أكثر للأشخاص اللي بيحكي لك أنا عندي مشكلة بس ما بعرف إذا هو ديسك ولا شد عضلي. يعني كثير منكم بيفكر إنه كل وجع بصيبه هو ديسك، لا، في عندي مؤشرات للديسك. أوكي، من هاي المؤشرات اللي هي بتصير عندي آلام بأسفل الظهر، آلام شديدة ما صعب تتحملوها. أوكي، وفي كثير أحيان بتنزل عندي هاي الآلام على أسفل الظهر. طبعا إحنا عم بنحكي الانزلاق الغضروفي القطني، كمان مرة الانزلاق الغضروفي القطني، يعني أنا اليوم تركيزي والمرة الماضية كان على أسفل الظهر اللي هي الفقرات القطنية. واللي راح يسأل ليه، لأنه معظم الناس والأشخاص اللي بصير عندهم إصابات بصير عندهم بأسفل الظهر نتيجة كثرة الحركة. في شعور تقلصات بصير حادة بأسفل الظهر، بيزيد الألم طبعا عند العطس أو السعال، في نمنمة، في وخس، في عندي بصير لما تمشي لمدة أطول بصير في عندي أوجاع، وفي حالات متقدمة بصير في عندي مشكلة بالتحكم في عملية البول. نشوف بشكل أكبر كيف تكوينة العمود الفقري بشكل خلفي وبشكل من اليسار كيف الانحناء. طبعا في منكم كثير راح يسال انه الديسك بيصير دائما احنا يا اما بالرقبه من فوق او باسفل الظهر، طب ليه؟
سؤال يعني بتحب تعرفوا عنه. منطقة الرقبة هي في حركة كثيرة أوكي، وبصير عليها لود ما بين كمان حمل الرأس. منطقة أسفل الظهر كمان اللي بصير فيها المشاكل نتيجة كمان الحركة الكثير، الواحد بيتحرك بينزل لتحت بيرفع ظهره، فالموشنز اللي بنعملها الروتيشنز، فهاي المفاصل أو الغضاريف بصير عليها لود عالي بالحركة، فامتصاصها للكدمات بيكون عالي. منطقة التي 1 اللي هي المنطقة الصدرية من التي 1 للتي 12 هاي حركتها يعني محدودة الحركة أوكي، يعني ما بصير فيها لود عالي كحركات، فبالتالي نادر ما يصير فيها ديسك أو مشكلة بالديسك إلا إذا كانت نتيجة حادث أو صدمة قوية. طيب عشان ما نطول عليكم اليوم ونكمل التمارين العلاجية اللي إحنا وعدناكم فيها في بداية الفقرة اليوم، تركيزنا كمان مرة مشاهدينا ضروري تركزوا، التركيز اليوم لمشاكل الديسك اللي بأسفل الظهر، يعني الفقرات القطنية، الفقرات القطنية اللي هي من L1 لL5 عم نحكي. المرة الماضية عملنا التمارين وطبقناها كمرحلة أولى علاجية أوكي، اليوم رح نكمل التمارين معنا المعالج كابتن إبراهيم كابتن وليد وجويس. رح نبلش أول تمارين كمرحلة أولى، هي بتكون عبارة عن ستريتشينج، مهم جداً موضوع الستريتشينج في التمارين. أول ستريتش رح نعمله مهم جداً، الستريتش بالضغط للخلف، نضغط كمان 2. رح نعمل التكرارات 10 تكرارات زي ما إحنا شايفين كيف الكوتش عم بيشتغل، 10 تكرارات أبطأ أبطأ. طبعاً مصابين الديسك تمرين عم نحكي بطيء أوكي ممتاز. نعمل هلا الاسترتش الأمامي، طبعاً بنحاول نركز بالتمارين عشان ما يكون في حركة عشوائية لا سمح الله وتزيد أو تعمل لي مشكلة بزيادة أوكي. دي لفوق هيك نرفعهم التنتين كمان 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 أوكي ممتاز جويس، نريح شوي. راح نبلش معاكم هلا التمارين الأرضية، ننزل بليز تمارين الأرضية. التأكيد على التمارين، أول تمرين راح نعمله راح يكون فيه زي ما احنا شايفين استرتش لأسفل الظهر للأعلى شوي، دايركت بنزل للأسفل، ننزل 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 كابتن أوكي. راح نعمل التمرين، خلي الكاميرا كابتن تجيب بس السايد أوكي. التمرين هون راح نكرره 10 تكرارات، راح نشتغل التمرين ببطء، نحاول نتنفس أثناء التمرين لأنه مصاب بمشاكل بالديسك راح أي حركة توجعه، فبنحاول نعمل التمرين شوي شوي، وبفضل دائما يكون في معالج عشان يأكد لي على الحركة أوكي. ننزل على الآخر هيك 10 تكرارات ممتاز، رست نريح نتنفس جويس أوكي. التمرين الثاني كابتن، تمرين الهولد، إيدي للأمام وإجري. طبعاً التمرين شوي هلأ بلشنا إحنا نرفع مرحلة التأهيل أو العلاج نحكي لمشاكل الديسك، زي ما إحنا شايفين رح نعمل هولد إيدي شمال مع إجري اليمين، وقد ما نقدر نحاول نخلي فيه توازن ونتنفس أوكي. رح نصمد ما بين يعني نعمل هولد 1 2 3 4 5، ريست نريح عشان يفهموا علينا المشاهدين او المصابين بالديسك كيف تكنيك التمرين. سويتش، نعكس اجر شمال مع ايد يمين، تنفسي جويس 1 2 3 4، خليها كابتن لحالها تعمل بالانس 5 اوكي. ريست نريح، طبعا التمرين احنا راح نكرره هذا التمرين 3 جولات على المنطقه الشمال و3 جولات على المنطقه او الجهه اليمين. ثاني تمرين راح ننزل على بطني اوكي، ايدي لقدام نفس الشيء، نركز شوي شوي جويس. هلا راح نحرك راسنا لتحت شوي على نفس مستوى السباين ممتاز كوتش، ايدي اليمين مع اجري الشمال 1 وشوي شوي ببطء، لاني كمان مره باكد مصاب الديسك راح يحس بالم، واللي عم بيحضرنا اول مره ما يطبق التمارين لانه في عندنا حلقه رقم 1 شرحنا فيها التمارين الاوليه اللي احنا بنبلش فيها لمصابين الديسك باسفل الظهر كمرحله اولى ممتاز. كل تمرين طبعا راح نعمله 10 تكرارات هلا، وبنعكس ما بين الجهه اليمين والجهه الشمال اوكي. نريح جويس نتنفس ممتاز. في تمرين ثالث انا عملناه المره الماضيه وبرجع بكرره اليوم اللي هو ايدي على جنبي، برافو نطلع هيك شوي اوكي 1 2 3، بريح ممكن نوصل لخمس ثواني اجين 1 نطلع 2
3 اوكي نريح. كمان مرة نكرر التمرين، الكاميرا عم بتجيب أقرب عشان يفهموا عين المشاهدين. ممتاز. 1 2 3 اوكي ريست نريح. ممتاز. اوكي لف هلا على ظهري جويس. مشاهدينا اليوم احنا هاي حلقة رقم 2، يعني هاي التمارين ما بتبلشوا فيها لمصاب الديسك، بده يحضر الحلقة الأولى بعدين يجي على الحلقة الثانية. زي ما أكدنا في عندي تمارين وفي عندي ستريتشنج. خلصنا التمارين كتمارين، هلأ ضروري موضوع الستريتش الخفيف. طبعاً المصاب بيقدر يسحب إجره، اسحبي إجرك جويس لحالها كابتن، ورجي الكاميرا كيف لحالها ممكن تشتغل. اسحبي كمان. نتنفس، أهم شيء موضوع النفس خلال التمرين. أوكي نبدل إجرنا. طبعاً بنعمل عملية ثبات من 3 ثواني إلى 5 ثواني. أوكي نشوف التمرين اللي بعده عشان نستغل وقت والمشاهدين يقدروا يستفيدوا معنا أكثر. التمرين اللي بعده تسحبي إجرك لحالها ومدي إجرك اليمين جويس. نتنفس، نحاول نتنفس نتنفس. أوكي نبدل إجرك الثانية، إجري الثانية. ممتاز. أوكي هذا التمرين الأخير راح أورجيكم إياه هلأ شوي. ريحي جويس. طيب آخر تمرين إحنا راح نشتغله لليوم، جريكي شوي شوي، راح نرفع نعمل تقعر بأسفل الظهر ونعمل ثبات بنفس الطريقة. نثبت 1 2 3 4 5. طبعاً ما بدي ارتفاع عالي يكون عنا، شايفين الارتفاع كيف عندكم على الشاشة مناسب. ريست ريح. تنفسي جويس. أوكي نطلع كمان مرة. 1 2 3 4. ريست ريح. لاست 1 1. تقعر كمان بدي بأسفل الظهر. 2 3. ريست ريح. اوكي ممتاز مشاهدينا، هيك التمارين ترتبت بطريقة لكم تستفيدوا منها. ورجاء أن التمرين هذا حلقة رقم 2. يعطيكم ألف عافية.